بالنسبة لأمور الخير يريد أن ينضبط في أمور خير من العبادات من الأخلاق من لابد أو من الأشياء التي تعينه ثلاثة. أولا أن يملأ قلبه رغبة في الأمر الذي يريد أن ينضبط عليه أو ينضبط فيه، لابد أن يكون لديه رغبة أن هذا الأمر انضباطه مهم وفيه صلاح لدنياه وأخرى، لابد أن يرغب نفسه، لأن أي أمر تقوم به من غير رغبة مهما كررته ومهما فعلته لن يصبح عادة من عاداتك ولن يصبح سهل أمر سهل. فأول أمر حتى ينضبط الإنسان في أمور الخير أن يوجد في نفسه الرغبة. الأمر الثاني أن يكرر ويدرب نفسه على هذا الأمر، فإذا كان يعاني من ضعف الإرادة يبدأ الأمر الخير يعني مثلا كقراءة ككذا، أريد أن ينضبط في وقت القراءة في وقت المذاكرة في وقت الدراسة، فيبدأ بساعات يستطيعها حتى تقوى إرادته. وإذا كانت إرادته متجهة، يعني بعض الشباب يستطيع أن يصبر على بلاي ستيشن ومباريات بالساعات الطويلة، دل ذلك على أن عنده إرادة قوية قدرة، لكنه موجهها إلى ما لا فائدة فيه، فيحتاج أن يعدل هذه الإرادة ليذهب بها إلى طريق الخير. إذا نحن أول شيء عندنا رغبة، الأمر الثاني تدريب يدرب نفسه، الأمر الثالث أنه يستمر على هذا الأمر فترة كافية حتى يصبح عادة من عاداته. هذه في أمور الخير. أمور شر من الغضب والعمل بموجب هذا الغضب فيسب فيضرب، فيحتاج إلى أن يبغض نفسه من هذا الأمر، يبغض نفسه في هذا الأمر وينفر نفسه منه أول أمر، لأنه من غير كراهية من غير نفور لن يعني يتحقق التخلص من هذا الأمر، لا بد يكون عنده كراهية ونفور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الشاب الذي دخل عليه المسجد يستأذن فيه أن يقع في الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بغض له ذلك، فعندما أدناه منه وقال أترضاه لأمك أترضاه لبنتك أترضاه لزوجتك لأختك لعمتك لخالتك، فوضح له الصورة فنفر، قال لا والله فداك أبي وأمي في كل مرة يعني لا أرضاه، فصار هذا الأمر يعني أمر فظيع بالنسبة له. فهذا الأمر في غاية الأهمية، أن تبغض في نفسك هذا الأمر وتنفر نفسك منه. الأمر الثاني أن تتوقف عن هذا الفعل وتراقب نفسك، فكلما فعلت ترجع وتتوب فتستمر على ذلك وتصبر فترة كافية يذهب هذا الأمر بإذن الله.